لا زال الاحتلال يستهدف الزملاء والزميلات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ليس فقط بالقتل والتهجير والتدمير والاعتقالات، بل أيضا بملاحقتهم في أماكن العمل التي أوجدوها خلال الحرب، وما شاهدناه في الآونة الأخيرة من تهديد مربعات تشمل المستشفيات التي يضطر الزملاء للعمل فيها، وبالتالي نقابة الصحفيين أخذت على عاتقها ومنذ عدة أسابيع إنشاء مراكز إعلامية في عدة محافظات. كانت البداية في محافظة خان يونس من خلال مركز التضامن الإعلامي، والآن نحن في طور إنشاء مركز التضامن الإعلامي في دير البلح الذي سوف يكون جاهزا خلال أيام إن شاء الله. مرحبا، أنا عبد المعطي جواد عويضة، أعمل مصورا لدى تلفزيون فلسطين. اليوم نتكلم عن موضوع النزوح لنا كصحفيين والتحديات اللي بنواجهها في عملنا وسير هذه التحديات علينا كصحفيين داخل قطاع غزة. موضوع النزوح موضوع صعب جدا، خصوصا لأنه نحن بننزح من مناطق عملنا للمرة الثانية أو الثالثة على التوالي بعد نزوحنا من رفح ومن خان يونس إلى وسط القطاع إلى مستشفى شهداء الأقصى. اليوم بننزح من مستشفى شهداء الأقصى ولازلنا بندور على مكان يأوينا كصحفيين، نقدم رسالتنا للعالم، نلاقي انترنت، نلاقي كهرباء مستمرة. زي ما انتم عارفين احنا كنا بننقل رسالتنا للعالم من خلال مستشفى شهداء الأقصى.